واقفين كده ليه يا جدع انت وهو؟ هي فرجة؟ ايوه فرجة، اصل سامع الناس في القهوة تتكلم عن التقليعة دي، قلت اتفرج، هي فيها ايه يعني؟ طب يا اخويا روح شوف حالك ولا تلكها في حتة تانية يا يعني. يلا يا اخويا كده ما تزقش يا عم، نتفرج على قرجوز يا طب يا اخويا اسحبه معاك. قال قرجوز قال طب ما هو صحيح قرجوز يا معويل. ايه؟ نعمل خلي بالك من تامر، ما تخليهوش يروح كده ولا كده. على عيني وراسي، ما تخافيش الدار امان. طبعا اذنك. اذنك معاكي، يأذلك ربنا في زيارة النبي. على مهلك يا تامر، ما تروحش بعيد. ايه؟ خدامة دي؟ داني اللي خدام. امال فين بدري؟ بيتنشر فوق سطح يا خال. من ساعتها؟ دي بتنشر من ساعة ما مشيت. هقوم ازعلك عليها؟ لا سيبيها دلوقتي. شاهلي عشان عمك الحاجة هيتغدى في الغيط البحري مع بصرمين. اعملي حسابك تودي لهم الغدا بعد شوية. ايوه ما انا عارفة، ما عم الحاج واخد عنيزي معاك. انا عاملة حسابي، بس اخلص اللي في ايدي يا خال. طب يلا بسرعة. حاضر. أنا من يوم ما شفتك وأنا حاسس إن قلوبنا كمان بقت جيران. ربنا ما يجيب بناتنا عداوة عن إذنك. استني بس، عايز أتكلم معاك كلمتين. ده أنا ما صدقت لقيتك. بنت يا بدرية، يا بدرية. أيوة ياما. ما تهم شوية. أيوة ياما، أنا نازلة أهو. يعني جماعة حازم بسلامته وما حد سمع لهم حس النهاردة. أنا عارفة، يمكن لسه نايمين. نايمين؟ يا أخي نامت عليهم حيطة يناموا ما يقوموا. أيوة يا خالة، أصلهم كل يوم يسهروا قدام التلفزيون. أيوة، هما يتفرجوا وإحنا نندوش. هما مين دول يام؟ جيران الهانة، جماعة عمك بسلامتهم. أيوة دول خرجوا من بدري راح يزوروا جماعة المناخلية. أنت مش عارفك يا بيت؟ يما واني كل ما اقولك حاجه عليهم مش عرفك. ايش عرفك؟ عم عوسه الغفيره ولا قلبي؟ ايوه بحسب. اتلم تنتون على تنتن، واحد نتن والتاني انتن. يابا 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 بس يا سعد اهدى. ايه العركه دي؟ مش عارفه يا امي، ده باين صوت سعد اخوي. طب اطلعي شوفي ايه الحكايه. بس بس يا تامر، بس بس خلاص. هي سعد اخوكم ايه؟ الواد ابن الخوجات ده جرابي وقعني على الارض. ليه يا ابني كده؟ خلاص يا جماعه حصل خير؟ ما حصلش حاجه. خير من ايه بقى؟ انا اخويا مضروب اهو يا عم عواد. مهدوم تامر اتبهدلت اهي، واخوك اللي زقه من على العجله الاول، مش كده يا عم عواد؟ خلاص بقى، دول عيال وبيلعبوا مع بعض، ما جراش حاجه. يا سلام، ايه يعني عيل سبت في لعبه يوم يضربوا كده؟ معلش يا ست بدريه. فين يا بدريه؟ مفيش حاجه يا ست الحاج، مفيش حاجه ابدا. ده المحروس ابنك حب يركب البسكليت. قوم شبطوا بعض. بسكليت؟ ايوه بيحنسوا بيها. معلش ياما بقى حصل خير. ايوه يا اخويا، ما هم شبع بعد جوعه، وان شاء الله لما يجي المحروس ابوهم يبقى لنا كلام تاني معاه. خش يا بنت انت واخوك. جاتكم البلاوي. اتفضل اتفضل يا سعاده البيت. شكرا يا فندم، والله القهوه وجبت بعد الغدوه الدسمه دي. يا راجل وانت اكلت حاجه اساسا؟ لا والله يا مناخلي بيه، ده انا دبيتها جامد. بتسال ثاني؟ انا بوصل النهارده الرجيم خالص. انت دايما تقول كده، تاكل وتدبها وتقول بوصل الرجيم. لا والله احنا النهارده الفرحه مش سايعانا بزيارتكم. ميرسي قوي يا عنايات، ده من ذوقك. ده حضرتك دخلت قلبي من اول ما شفتك في مصر. امال فين داليا؟ معرفش، الظاهر انها بتتفرج على الغيتان مع عاطف، مش كده؟ لا دي اظن نزلت تتفرج على الخلف اللي الصبل مع عماد. دي لذيذه قوي واموره قوي، ربنا يخليها لكم. ميرسي يا مال يا جماعه، مش بنت فنانين؟ اظن الحاج قاسم زمانه مولع نار من حضرتك يا حازم بيه. حضرتك بتقولي فيها؟ ده زمانه دلوقتي دخن من ولعه.
وخصوصا لما شاف المهندسين بيقسموا الارض الشرقيه عشان مباني المصنع. انا مش فاهمه ازاي اخين من ام واحده واب واحد والفرق بينهم زي الليل والنهار. لا ما هو الانسان على ما تربى يا سليهان. قاسم طول عمره، ما تزعليش مني في كلمه، عايش هنا في الفلاحين مش زي حازم بيه اللي لف الدنيا. مش بالتعليم يا عبد العظيم، ياما ناس اتحرموا من التعليم، لكن ربنا بيديهم الذكاء. والشهادة لله قاسم ذكي جدا، ذكي لدرجة اللؤ. بس موته وسمه بقى انه يضيع منه شبر واحد من الارض. ازاي يقدر يعيش هو وولاده في وسط الفراخ والمواشي مع انه يقدر يخلي بيته جنة؟ مش عارف، هو كده. اني اشم ريحة الطين اعرف ان كان مروي ولا عطشان، تسبخ عدل ولا مكمكم. الارض دي في مقام امي، ان ما قعدتش في حضنها يوم احس بالغربه. لما كنت تعبان كده يعني ولا بعافيه اشم نسمتها ارتاح واخف وابقى زي الحصان. ده اخويا حازم ده عايز يفنطز ويتعنطز وخلاص. ايوه يا قاسم يا ابني، ربنا يديك الصحه، لكن برضك مهما كان ما تبخلش على اخوك بالنصيحه، وربنا يهدي العاصي. اما قوم اروح. انا هتروح فين؟ الاكل زمانه جاي، ما تاخروا كده ليه ولا عنازي؟ اروح الدوار استعجله. اوام عنازي اوام. يلا عنازي يلا قوم. دوار وبقى دوار. انك لله حازم ابن سعفان اللي عملته في الدوار لما خليته مسخه في وسط الكف. بصي كل دي ارض بقى، المساحه دي كلها من ورا الفيلا لحد هنا. واو. وليه يا كمان حاجتين ارض هنا. خدي بس عليمة، خدي عليمة. أنا كفاية بقى كده حنزل. على مالك؟ استني شوية. لا لا استني. لا 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 على مهلك. استند عليا، استند عليا على مهلك. على مهلك. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا على مهلك، على مهلك، على مهلك. عجايب، البنت بقى لها ساعة طالعة عشان تودي الأكل لأبوها ولغاية دلوقتي ما راحتلوش، إيه الحكاية؟ أيوة ما أنا كنت هروح لولا هي اللي قالت لي اقعدي، أنت ما أنتش حمل المشوار. طب أنا ما قابلتهاش ليه في السكة وأنا راجع؟ يا لهو بالي، لا يكون حد تعرض لها وجرالها حاجة. ما تخافيش يا خالة ما تخافيش، ده بنت جنية. جن لما يخبطها. أنا قصدي يعني على بدرية، بنت ناصحة وأنا رايح لغاية دلوقتي هلاقيها هناك. طب يلا بقى هم أنت يا أخويا وبطل رغي. حاضر يا حكومة. ياني ابقى طمني يا عنازي. ما تخافيش يا خالة، تلاقيها بس لفت من داير الناحية عشان السكة القصيرة مطين، أو يمكن ارتاحت في السكة من المشوار. ربنا يستر. من ساعة ولاد المناخلية ما بقوا يجوا هنا وانا بالي مش مرتاح. ليه يا خالة؟ معرفش، اهو مش مرتاح وخلاص. انا خايفة يكون في رجليها حاجة خطيرة. ما تقلقيش يا ماما، الوجع بسيط قوي، برضو لازم دكتور عشان يطمن. ماما دكتور ايه بس؟ مفيش داعي. مفيش داعي ازاي بس يا بنتي؟ مش جايز يكون فيها شرخ ولا كسر. ما تقلقش يا عمي، اصلها وقعت على ارض طرية، ان شاء الله هتبقى بسيطة. لو سمحت يا انسة بقى نحط الفوطة عشان نحط التلج. ما بلاش موضوع التلج ده، لا هيبقى ساقع قوي. لازم علشان ما تورمش. استحمل استحمل استحمل. انا كويسه، انا كويسه اهو، بمشي اهو الحمد لله. ما دام بتمشي عليها يبقى ما فيش كسر ولا حاجه. بس يا حبيبتي انتي بتعرجي. لا ما هو ده من اثر الوقعه، الحاجات دي بتاخد وقت يا جماعه. يعني تقدري تمشي لحد العربيه؟ شور يا دادا، دوري خالص، انا كويسه. ايوه حبيبتي، بس اكيد بتوجعك. انا ما اعرفش اقرا خرايط، بس قدرت اعرف زي ما حضرتك ورتني حدود ارضنا وارض عمي. عموما انا ناوي ازرع سور من الشجر حوالين الارض، وطبعا ده هياخد وقت على بال ما ينمو ويرعرع، وتقريبا بيزيد متر في السنه. ده شجر ايه ده؟ انا هختار نوع معين بينمو اسرع،
ايوه يعني انا قصدي هيطرح ايه. لا النوع ده من الشجر ما بيطرحش. اولا احنا هنستفيد منه في حاجتين. واحد هيفصل بين ارضكم وبين ارض الحاج اسد. ثانيا هنستفيد منه لانه بيضلل على المزروعات في حراره الصيف وبرد الشتاء. فعلا دي فكره كويسه طبعا. وان شاء الله باذن الله نبتدي في تنفيذ المشروع الجمعه دي. بس انا بقى عايزك تكلم السيد الوالد، يكلم الحاج قاسم عشان ما يتعرضش لنا واحنا بنزرع الشتلات. لا ما هو لو بابا كلم عم في الموضوع ده هيعقدها. طب وبعدين انا كمان مش عايز الحاج قاسم يشاغبني. ولا اقول لك انا جات لي فكره، ممكن نكلم العمده يتفاهم معانا. ممكن. مش حضرتك يا فندي ابن حازم به؟ ايوه. ليه؟ لا اصل كنت فايته من نواحي بيت المناخلي وسمعت ان يعني لما اخذ ست اختك وقعت من على الحصان ورجليها اتعورت. ايه داليا؟ ايه بعد اذنك يا باشمهندس. اتفضل. ما قلتليش ليه من ساعه ما جيتي؟ ما هاني يابا خفت اقول لك لا تنسد نفسك عن الاكل. وامك ما مسكتش ابن حازم ليه وضربته لما عدمته العفو؟ ما هي اصلا بقى ده اسمه كلام يا قاسم. دول عيال مع بعض الكبار يتحشروا ليه بس؟ ايوه يا حاج دي كانت شكلة عيال فعلا وخلصت وراحت الحل. هاني عارف انهم مش هيجيبوها البر. ما هاني بقى يابا كنت خايفه اقول لك عشان كده. الله يا عال ابني انضرب واسكت. طيب يا حازم وانت كنت فين يا زهره لما العيال اتخانقوا؟ كنت مع تامر وهو بيلعب بالعجله قدام الفيلا، جه الواد التاني راح زقه من فوق العجله وقال عايز يركبها، مسكوا في بعض. خشي انت خشي. يوم اخبر بنوله. طبعا ما هم محرومين بس العيب مش عيب ابن قاسم ده لسه صغير. العيب عيب قاسم نفسه حارم ولاده من ابسط الاشياء. خلاص بقى يا دادو هو كل حاجه صغيره لازم نعمل عليها مشكله. انت تسكتي خالص كفايه الخضه اللي تسببتي لي فيها النهارده. مش فاهم ليه تروحي تركبي حصان وانت اساسا مالكيش في ركوب الخيل. خدي يا حبيبتي. خلاص بقى يا حازم كفايه اللي جرى لها. ايه اللي انا سمعته ده؟ ده اللي رجليها اتعورت؟ طمنوني. ما اتعورتش ولا حاجه، هي بس مجرد كدمه بسيطه ولفوها لها في الوحده الصحيه وبكره هيفكوا رباط او بعده. يا حبيبي يا عاطف انت اتخضيت عليا قوي كده. ما تخافش عمر الشقي بقى. مصيبه بقى لما قاسم يرجع ويعرف ان تامر ضرب ابنه. مش هنخلص. انت يا سي حازم يا اللي شدد حيلك وبرمدلك. سامعين؟ رب ولادك وحشهم عن ولادي واسر الشر والا قسما عظم هوريك شغل. والله العظيم لا روح ارزاق. بلاش يا ماما بلاش. خلاص يا حازم عشان خاطر ما انت سامعه طولة لسانه. اعمل نفسك مش سامع وخلاص. من هنا ورايح لا انتوا منا ولا احنا منكم. بالراحه يا ابو صبري بلاش تفرج الناس علينا كده. وبعدين يابا اخويا سعد هو اللي غلطان وانت كمان كان لازم تقولي له. غلطت ياما وبعدين انا مش عارف انه كان هينغص كده. ايه يعني عيلين الضرب؟ بس بيني وبينك ابوك يفشغ اللي فيهم. بكفايه ياما اللي حصل لهم. دي البت داليا بنتهم وقعت مع الحصان باين رجلها انكسرت. حصان؟ لهم حدام حصان كمان يا بت؟ لا ياما حصان المناخليه. قالي بنفسي شفت عماد افندي ابن المناخلي قصدي سمعت انه ايه ياما كان بيركبها على الحصان راح الحصان جاري بيها قامت واقعه. أما هو بقى ياما شايلها كده على دراعاته وطلع بيها على الفيلا. أتريني شايفاها راجعة بتعرج ورجليها مربوطة. وأنت إيه ياما اللي خلاكي تبصي عليهم؟ أنا كنت واقفة في الشباك بطل وشفتهم راجعين بالطنبيل. خلاص اكفى على الخبر مجهول، لا نعرفهم ولا يعرفونا عشان ما يبقى لهمش حق علينا. يا حنطي بقى ابن المناخلي يركب البت على الحصان ويشيلها على دراعاته؟ لا والأكادة إيه ياما؟ فتحت صدرها كده لحد هنا. ولا المنطلون المحزق اللي لابساه ماشيه بيه عادي كده من غير حياه ولا خشه. وانت ايش عرفك يا بنت؟ سمعت. مش هتيجي معايا تصلي العصر وتحضر الدرس؟ لا انا هصلي هنا وهنزل على البلد طوالي. ما تيجي معايا تستفيد لك كلمتين في حب الله من عمك الشيخ درديري. لا يا مرع خليك انت مخشوش في الشيخ درديري ده لوحدك، ده راجل جاهل.
خليه كده سايقكم انت وشويه الشباب اللي بيقعدوا يسمعوه. جاهل، حرام عليك، ده راجل صالح وكلامه بيسحر العقل يا صبري يا ابن خالتي. اديك قلتها بنفسك يا مرعي، كلامه بيسحر العقل، بيسحر عقل اللي زيك، لكن ده راجل ما عندوش ما يؤهله من العلم او الثقافه لالقاء دروس في الدين او في الدنيا. يا مرعي يا ابن خالتي، ده بيغلط في قواعد اللغه العربيه. الله يسامحك ويصلح حالك. يا اخي الله يسامحك انت ويصلح حالك انت، وما يندحكش عليك من واحد دجال زي ده بيحاول يسير الفتنه في المجتمع باسم الدين. ربنا يهديك يا مرعي. انا مش عارف ليه الشيخ الدردير ده يعني بالذات، عشان حافظ كام حديث وكام ايه قرانيه وعمال يسوقكم وراه ويدش في كلام عبيط بلا وازع ولا رادع. يا مرعي، الدين تقوى وعلم مش مظهر وخلاص. ربنا يهديك يا مرعي، ناوي تصلي العصر ان شاء الله. الله اكبر. ما الاستاذ يشربوا الشاي يبتدوا على طول، عايز المطلوب يخلص قبل المغرب. ربنا يسهل، انا عايز المطلوب يخلص قبل المغرب. انت عايز خمسه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تتداري شويه يا بنت حازم، ايه بتقعدي كده قدام الرايح والجاي؟ حالات تربيه. أعوذ بالله، وهيتم حاجه زي ايه؟ مالك يا ابو صابر؟ البنت الشابه بنت حازم. مين داليا؟ مالها قاعده في البلكونه نص ساعه عريانزه زي اللحمه على باب الجزار. يا اخويا ان طلعت العيبه من اهل العيب ما عليهاش لوم. ايوه بس ما نسوالنا برضه، الناس تقول ايه يا اخويا؟ ما تدقش. صبري رجع من المنصورة؟ ايوه، مستنيك جوه عشان تتغدوا سوا. يا بهانم. ايوه يا خاله، انا فوق. سقعت الميه؟ ايوه، انا حاطه الاولى في هوا الشباك من الصبح. طب شاهلي اللي في ايدك وبعتي لي بدريه تحضر معايا الغدا. بدريه راحت تقعد في حبايتين برتقال. ايه اللي وداها؟ انا مش قلت انت اللي تروحي؟ هي اللي غصبت عليا تروح الغيط بدالي. ايه اللي يطل فوق على البلكونه يشوفها؟ وليه بس يابا الواحد يطل فوق؟ دي واحده قاعده في بيتها والبلكونه حرمه. ايه الامر ما سلمش برضه، حد يطل زي كده بالصدفه؟ وبعدين البلكونه مش عالي. يابا النظره الاولى مغفر لها، لكن الثانيه تبقى مقصوده. وليه البهرجه دي من اصل؟ اما تغطي جسمها وتلف راسها وتبقى حشمه ومحترم. معاك حق يابا، الحشمه طبعا مطلوبه، لكن الحشمه دي يابا تبقى من جوه الانسان مش من براه. ما هو مثلا في اسكندريه بيلبسوا مايوهات. يعني ايه بقى يا دكتور؟ المعنى يابا ان الحشمه اخلاق وسلوك وامتناع عما يغضب بالله. واعتقد يعني ان داليا بنت عمي ما تقصدش انها تعرض انوثتها. وبعدين يابا اللبس ده شيء عادي في المدن. يعني انت عاجبك كده؟ لا طبعا يابا، اللي يصلح في اوروبا ما يصلحش في مصر، واللي يصلح في مصر ما يصلحش هنا. وبعدين يابا احنا ليه هندخل في شؤونهم واحنا مقاطعينهم؟ من رأى منكم منكرا فليغير. حاضر يابا، انا هتكلم مع عمي في الموضوع ده. ايه؟ رخرة من كان بنت عمك ومحسوب عليه. الساكة لا تضحك، راحت مطرح ما راحت، كل البنات ترتاح، وانا عايزة شكلتها. يا ولا
ازيك يا بدريه؟ ان شاء الله تسلم. انت خفتي من الحصان؟ ايوه خفت، ما هو كان قادح ناحيتي. معلش المره الجايه هركب له كلاكس. حصل خير يا سعماده فندي، العطب على الحصان. انما انت حلويتي كده وبقيتي قمر يا بدريه. ايه واني حاجة ايه بقى جنب بنات مصر ولا داليا؟ داليا؟ ايوه بنت عمي. تعمل نفسك مش عارفها؟ لا لا طبعا طبعا عارفها طبعا. عجبك؟ اياك عشان ما بتلبس المحزق والملزق. الحشمة اجمل بكتير يا بدرية. قتيل قوي يا بدرية، في ايه؟ ودور يا اخويا يسترك. حاضر. انما قوليلي انت واخده الفاكهه دي ورايحه على فين؟ داني لسه اطفاها من السجر بتاعنا وطالعه بيها على الدواه. طب ممكن امشي معاكي شويه اوصلك؟ لا لا لا، حد يشوفنا الا يستر. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بدريه؟ هو عيب ان انا اوصلك لحد البيت؟ يا لهوي، ده كان ابويا يقطع رقبتي. ارجع بقى يا سعمك والنبي. طب هشوفك تاني امتى؟ وتشوفني ليه؟ ما انت شفتني خلاص، ارجع بقى. يا لهوي يا اخويا. بدريه ايوه بتعملي لعب المناخ يا بنت؟ ابدا يا اخوي، ده كان داني اتفزعت من الحصان اللي كان رد، فوقعت مني المشنة فجدها الله يستر ونزل لملمها معايا. يلا يلا يا اخت على البيت. حاضر. يلا طب هو ايه ده؟ يلا مفيش دعوة بحاجة. بعدين اسمع يا ولد، عايزك تنام مرطوب. مرطوبة تروح كده ولا كده؟ هم ولا شوية؟ هم اعمل لك حركة. ايه ده يا معيز؟ معيز عنيزي يا سعادة البيه، عنيزي عنيزي معيزي ما تفرقش. الا صحيح قول لي عنيزي دي جت منين؟ اسمي يعني عنيز. ام الله يرحمها لما خلفتني ابو الله يرحمه سماني عبد العزيز، فام عشان كانت بتحبني فدلعتني فكانت بتقول لي يا عزيزي. ابويا بقى الله يرحمه ما يحبش الدلع، فعنيدها وقلبني من عزيزي لعنيزي. تاريخ كبير، تاريخ القريه دي. يلا ولا هم ولا لما ايه الكل اللي بتعملوه ده يعني زي؟ لا مؤاخذة، احنا بنعمل حاجز ما بيننا وبينك. والله ايه كويس انها جت منه، وفر عليا ابنيه على حسابي. بيضحكك؟ بضحك على التصرف العيالي اللي عمله قاسم اخويا. قصدك على السور اللي بيبنوه بيننا وبينهم؟ انا مش فاهم السور ده هيحوش ايه بالظبط. هم اكيد بنوه عشان الخلافات اللي بتحصل بين ابننا تامر وابنهم. قالهم كويس انها جت منهم، على الاقل يحوش عننا منظر الدوار والمصطبه اللي يكسف. اللي غيابك كده يا بنت؟ غبت ايه ياب؟ انا يا دوب جبت الفاكهه وجيت طوالي. كل ده مقصوفة الرقبة؟ ده اخوك استعواك وطلع يشوف في ايه؟ وكان هيجري ايه بس ياما؟ خلاص ياما ما حصلش حاجه، بس بدريه ما تطلعش بره الدوار لوحدها بعد كده. ليه؟ ايه اللي حصل يا دكتور فهم؟ مش وقته يابا، بس انا شايف ان بدريه خلاص كبرت على مشاوير الغيط. ايوه لا يا ابني عندك حق، بس هي اللي بتطلع تحب تشم هوا. سامع كلام اخوك يا ست؟ ايوه ياما. طب يلا قدامي. عمك حازم جه من شويه، روح قول له زي ما فهمتك. مش وقته يابا، على راسه بطحة يحسس عليها. معناته ايه ده؟ يعني بدك يسيب بنته كده على البهل ونقعد احنا نستنى تعويذ الخيل؟ حاضر يابا، هات
هتكلم معاه، بس بعد اذنك هدي بدريه الدرس الاول. درس نبيل علام حلو. انت بتاكل ايه يا تامر؟ بايس كريم. طعمه حلو؟ اه. طب ادينا دوق كده. خد. الله، ده طعمه حلو قوي. انت بتجيبه منين؟ بتجيبه من مصر؟ مصر ايه دي، بعيده قوي، ده كان زمانه ساح. ماما ايه اللي بتعملوه لي هنا؟ بتعملوه حداكم في الفيلا؟ اه. طب هاتوا بقى. لا سيبولي بقى ونبي، ما دام امك بتعمل لك خليك تعمل لك واحد تاني. طيب ماشي. تاخد حته؟ الف هنا وشيفا، مطرح ما يسري يمري. شكرا يا ساعد. معلش يا تمورة، ما هو ابن عمك برضو نفسه فيه. هما مش بيعملوا هنا يا داد ايس كريم؟ لا حبيبي، هنا بيعملوا حاجة اسمها سد الحنك. ايه سد الحنك؟ سد الحنك ما تعرفوش؟ لا. ده حاجة حلوة كانت جدتك الله يرحمها بتعملها لنا زمان واحنا صغيرين قد كده. وبيعملوا كمان حاجة هنا حلوة قوي اسمها سخينة. ايه سخينة؟ سخينة دي عبارة عن فتة عيش بالسمن والعسل وبتبقى لذيذة قوي. والله وحشتني ونفسي فيها، بس خايف أمك تتريق عليا. مالها أمه بقى يا سي حازم؟ لا أبدا يا حبيبتي، ده أنا بقالي نص ساعة عمال أشكر فيكي. يا راجل خد يا حبيبي يلا الآيس كريم. ماشي يا إما. أبوك محرج عليك ما تهوبش ناحية هناك ولا لا؟ خلاص حرمت ياما. إيه يا أم صبري في إيه؟ شفت الولا مقصوف الرقبة راح جابها من عند ابن أخوك وقعد ياكل فيه. عايزة آيس كريم؟ لا يا ماما، ده جورج مايكل مش عبد الحليم. داليا عايزة آيس كريم؟ لما كلمتني ريم أم ماما اديتهاليش ليه يا ماما؟ داليا عايزة آيس كريم؟ أه نو يا ماما ثانكس. يا رب ارحمني برحمتك بقى. الله. علاء ايه محضره معلقه تانية؟ سن المراهقة، بس أنا عارف كويس إن عقلك أكبر من سنك. والله يا أخواني كنت ماشية في حالي. بدرية مش شايفكم وأنتوا ماشيين جنب بعض، وأعرف نوع الكلام اللي قالهولك لأنه نفس الكلام اللي بيقوله لغيرك. عماد بن المناخلي أنا عارفه كويس، ده عامل زي الدبور بيحط على كل زهرة شوية. بس أنا كمان عارفك يا بدرية كويس، وعارف إنك متربية وناصحة. أوعي تخلي عيل زي ده ياكل عقلك. صدقني يا اخويا والله ما في حاجه بيني وبين. ماشي يا بدريه انا مصدقك، بس خدي بالك المره دي انا هفوتها. لكن اعملي حسابك لو قابلتيه في سكه او خليتيه هو بناحيتك مش هعرف ممكن اعمل ايه. حاضر يا اخويا. خروج من الدار بعد كده ممنوع. ليه بس يا اخويا؟ واني بروح فين؟ انا يا دوب بشم نفسي من خلقه الدوار. على الاقل لغايه ما المناخليه يمشوا من هنا. حاضر. بدرية أنا مش إنسان مقفول ولا متزمت، بس الحذر يمنع القدر. يا نمو اسكت يا حاج.
البنت بدريه اخوها مديها مقطوعيه عشان تذاكرها، مخليها قاعده في اوضتها في حس بيس. طب واني مقطوعيتها فين يا محفوظ؟ يا راجل احكيشي، الولد لسه صاحي وبيذاكر في اوضته، ربنا ينجحه ويعلي مراتبه. يا محفوظ هانت، ابنك بكره يبقى دكتور رسمي على شنو؟ عشان سي حازم ما يقمش عليا دماغه بابنه عاطف اللي واخد الاسانس. ايوه بس انت مقصر مع ابنك شويه يا حاج. انيب ازاي؟ ده انا ناوي افتح له عياده ما فيش اختين وفي المنصوره ذاتها. الولا يا حبه عيني واخد العجله ويروح مشوار المحطه ويرجع بيها في القطر رايح جاي. طب ما هو اللي لادد عليه العجله من شغل، هو اشتكى لك ولا ايه؟ لا يا حاج صبري عمره ما يشتكي، بس يعني بيشوف ابن عمه راكب العربيه والشباب بيبصوا لبعضيهم. ايوه عندك حق يا محفوظه. انا كنت ناوي اجيب له الترومبيل لما ياخد شهاده الطب السنه الجايه، بس السنه الجايه ليه؟ وابن حازم احسن من ابني؟ ولا حازم اغنى مني؟ هجيبه له من دلوقتي. ربنا يزيدك يا حاج ويفرحك بيه. ما تمشيش يا بدريه، الكلام اللي قلته لك تحطيه حلقه في ودنك. حاضر يا اخويا، ما عدتش اروح لغيط تاني خالص. نهارك سعيد يا صبر. نهارك اسعد يا عاطف. ازيك يا بنت عم؟ ان شاء الله تسلم. يا ترى عم حازم موجود هنا؟ انا لسه سايبه مع المهندس وجيت عشان اكل لقمه. طيب ما تتفضل عندنا نقوم بالواجب. معلش باقيه، لما الظروف تتصلح ابن عمي وابهاتنا تعقل. مش باين كل مدى عمالين يعندوا زي العيال. ما اصل احنا اللي غلطانين، احنا اللي ما عرفناش نربيهم. بس كويس انك جيت هنا وخطيت السور ده. ان شاء الله حتى يكون سور برلين نفسه، ما يحشنيش عنكم ولا عن ظروفكم يا اولاد عم. اذا كان سور برلين نفسه هتدوق. وبعون الله السور ده كمان هنهده وراه ونرجع زي السمنه على العسل. ولا ايه يا بنت عم؟ ها؟ ايوه ربنا يعمل الطيب. بيت يا بدري! عن اذنك احسن امي بتندهلي. اتفضلي. قول لي يا صبري، انت يعني كنت بتسال على بابا، خير؟ هو موضوع هايف كده. والموضوع الهايف ده يعني ممكن اعرفه؟ هو الموضوع يكسف شويه يعني. وانا مستثقل اتكلم فيه مع عمي، وما دام احنا يعني شبان زي بعض والموضوع برضو يهمك انا ممكن اتكلم معاك. خير اتكلم. بس يعني الموضوع حساس ومش عايزك تزعل من كلامي. ربنا ما يجيب مضايقه، بس اتكلم على طول من غير مقدمات. بخصوص ايه؟ ما تاخذنيش يعني، هو الموضوع بخصوص الانسه داليا. فهمت ايه يا ابني؟ بطل الكسوف بتاعك ده وروح كلمها على طول، هي صاحبه اي قرار يخصها. ما اقدرش، عيب اكلمها انا. اتكلمها انت، ممكن تستثقل كلامي وممكن تقول لي كلمه تزعلني. ماشي يا سيدي، هكلمها انا الاول. طب مش تعرف غرض دي؟ طيب اعرف غرض الاول. عارف يا صبري عارف، هي دي حاجه عايزه معرفه. على اذنك يا ابن عمي. عارف ايه ده؟ هيجوز فيهم قصدي. ايه؟ عايز يتجوزني انا؟ ياه، ومالك اتفزعت كده؟ اصلك فاجئتني. هو انا يعني علشان بنت عمه ولا علشان جده كتب في الوصيه بتاعته ان لازم اتجوزه ويبقى خلاص اتجنن وافتكرني من حق؟ مين قال كده؟ ده حتى صبري من كسوفه خافي فاتح بابا في الموضوع وكلمني انا عشان اجس نبضك. اتفضل شوفني عيانه؟ لا خفيفه، قصدي يعني عشان اخد راي، بلاش استهبال. رايي لا طبعا. ليه بس؟ طيب من باب الدردشه ليس الا، يعني ممكن اعرف ليه؟ يا عاطف احنا شيء وهم شيء تاني خالص. ليه؟ ده صبري ده بكره يبقى دكتور قد الدنيا ودايما بيطلع من المتفوقين. برضه العلم شيء والثقافه والطبع ده حاجه تانيه خالص. ده في الاخر فلاح من اللي هم فاكرين ان الست دي عباره عن مصنع للعيال وخدامه للبيت وخلاص. طيب ايش عرفك ان صبري ممكن يطلع من النوع ده؟ ده انسان مثقف وعصري. يعني هو هيجيبه من بره؟ ايه الطبع الفلاحي بيتربى معاه من هو صغير؟ ما انت دايما بتحب الريف والفلاحين، ولا قلبتي؟ انا بحب الريف والفلاحين، عاداتهم لبسهم، لكن لما اجي اختار شريك لحياتي لازم احطه تحت ميكروسكوب، لازم يكون طبعه ومزاجه سبورتيف. طب انا بحب العجل الصغنن اللي لسه مولود بتاعنا ده، او ما اتجوزه؟ لا طبعا لازم يكون عجل سبورتيف. نكته سخيفه بقى صبري،
صبري اللي على وش دكتورة، الحساس الخجول اللي بيستأذن من الحمار قبل ما يركبه، ترفضيه؟ أنا ما قلتش كده، لكن مش هو ده العريس اللي يناسب طبعي ومزاجي. أنا يوم ما اتجوز لازم اختار كده واحد يكون king of the world. يعني ايه دي؟ يعني واحد يكون مدردح ملحلح فاهم الدنيا رياضي كده. هو مين ده؟ مين المدردح وملحلح وفاهم الدنيا ورياضي؟ تعال يا داد، ده انت جيت في وقتك بالظبط. خير؟ صبر ابن عمي قاسم عايز يطلب ايدي. ايه؟ وماله؟ دي قاله على خلقته. ليه يا بابا؟ هي جريمة يعني لما صبري ابن عمي يطلب ايد داليا؟ صبري في حد ذاته ما يتعيبش، هو في عيب واحد بس. ايه هو؟ انه ابن قاسم، يعني يا ولها اللي هتتجوزه محفوظة هتبقى حماتها. يا بابا عمي قاسم ده اخوك شقيقك. وماله؟ هابيل كان شقيق هابيل ومع ذلك قتله ودفنه. يا حفيظ يا رب، انا بنتي تتجوز ابن قاسم عشان يشتروا ويبيعوا فيها زي الجاريه؟ داد دونت وري، انا اوريدي رفضت الفكره خالص. برافو بنتي. ايوه بس مش علشان الاسباب اللي في دماغ حضرتك، يعني مش علشان ده ابن عمي قاسم لحضرتك ما بينك وما بينه خلاف وعداوه. امال ايه؟ الاسباب خاصه بيا انا، اتس ماي اون لايف. المهم انك رفضتي. ايوه بس انا كان ممكن اقبل لو كنت شفت فيه الشخصيه المناسبه ليا. بلاش فلحسه، المهم انك قلتي لا وخلاص. ايه يا جماعه؟ في ايه؟ صوتكوا عالي قوي، في ايه؟ ايه؟ خلي ولادك يحكولك. خلص يا حبيبي التوهو، كل واحد يشوف شغله، عايز هبه شويه. خلص يا حبيبي، يلا هبه شويه رجاله. ده مخسر علينا الانفار يا عم الحاج. ايوه، بيدي للنفر في اليوم 7 جنيه بحالهم، واحنا بندي للنفر 70 قرش وللبنت 50 قرش، واديني مشغل الانفار طول النهار بالمسواقة. لو بالمسواقة ليه يا عم موجود؟ اللي عاجبه اشتغل، واللي مش نادد عليه ما احناش عاوزينه. احنا اصحاب اكبر زمان في الكافر، واللي يعاند معانا كانه بيقطع رزقه بايده. ايوه، ما بدهاش كلام. صح يا ولد. صح ايه يابا؟ ده كان زمان قبل الارض ما تتقسم بينك وبين عمي، وبلاش بقى تسمع كلام عينيز الاهطل ده. اهطل؟ مقبوله منك يا دكتور. يابا الدنيا غلت والمعيشه بقت صعبه على ولاد الغلابه دول. يابا النفر من دول دماغه بتتقور في الشمس ويخوض في الطين طول النهار عشان يرجع بيته مجبور الخاطر، مش عشان 50 ولا 70 قرش. ايه يما؟ ده لولا عاملين لك حساب يا عم الحاج كانوا سابونا ومشيوا. اسكت يا ولد. الله يرحم، ده كان العيل منهم يوميته حتة ب5 أيام المرحوم وثلاث قروش كمان، هما يتنمرضوا على 70 قرش دلوقت. ما تسكت انت يا عادي عنيزي. الله، ايه ايه حكاية تسكت دي اللي ماشية في البال؟ هي كلمتي اللي وقفت تزورك؟ ما انا بقول الحق عشان خاطر يابا زود يوميات الانفار، وبعدين الجودة بالموجودة. ايوه عم الحاج، ربنا يزيدك، دول غلابة. طيب عشان خاطرك انت يا دكتور، روح قول لهم على زيادة اليومية يوميتين. ماشي يا عم الحاج، ربنا يخلف عليك. استنى يا عم عبد الموجود، انا غلط يابا تعمل لهم حوافز. حوافز يعني ايه؟ يعني تشجيع يابا. تشجيع؟ اسقف لهم يعني ولا دور ازعق واقول يعيش لانفار؟ لا يابا، اللي اشتغل بكفاءه اكتر هنديله اكتر، بكده كل واحد فيهم هيقتل نفسه في الشغل. والله عيني العقل يا دكتور، الله اكبر. ما تخرس انت يا ولد. ايه واخرس انا؟ خلاص يا عم موجود،
اعمل اللي قال عليه الدكتور صبري ده، بس من غير ما تتوسع. ماشي يا عم الحاج، تحت امرك، واني اول باول هقول لك على كل شيء بالتفصيل عشان تبع كل حاجه بصورتك برضه. الله ينور عليك. سلام عليك. آه سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهو كده يابا، هتبص تلاقي العيال بتدعي لك، واللي بيزرع خير بيحصد خير برضه. ايوه يا عم الحاج، ربنا يوسع عليك. ده حازم بيه عامل للشغالين مطبخ، بيطبخ لهم واجب غدا كل يوم، ده غير الملابس والفلوس والفاكهه. خلاص حاضر. هما يا ولا كده، روح شوف خالتك الحاجه في الدوار، يمكن تكون عايزه حاجه. ماني كنت هناك. يا ولد يا ولد، روح من فوق كتفنا خلينا اعرف اتكلم ويا دكتور شويه. ايوه حاضر بالاذن. يا ترى يا صبري كلمت مع عمك حازم زي ما قلت لك؟ بخصوص ايه يابا؟ بخصوص بنته دي اللي استغفر الله العظيم عامله زي الغوازي، واللي خلت سمعه العيله البانه في بق اللي يسوى واللي ما يسواش. اسمح لي يابا، حضرتك مبالغ شويه في الموضوع، وبعدين انا اتكسفت اتكلم مع عمي فكلمت مع عاطف ابنه. وقال ايه عاطف؟ ما قالش غير انه هيفتح اخته في الموضوع بشكل مباشر، وبعدين لما تيجي منه هو يبقى احسن، دي اخته برضه وتهمه اكتر. طيب اعمل حسابك بكره من طلعه النهار هنميل سوا على المنصور. خير ليه؟ هشتري لك طرمبيل خصوصي. عربيه؟ ايوه عربيه من احسنها صابو. ايوه يابا، بس انا ما بعرفش اسوق. تتعلم وانت اقل من عاطف. أنا كنت ناويها لما تاخد الشهادة السنة الجاية بإذن الله، بس عشان ما يبقاش ابن حازم كده يعني رايح جاي بالترومبيل وانت راكب بسكليت. يعني ده السبب عشان ما يبقاش حد أحسن من حد. لا يا ابني لا، أنا بس قلت أستعجلها. الترومبيل قيمة برضه، وهو خير ربنا كتير وكله بتاعكم. اللي تشوفه حضرتك. نفسي أشوف خضة حازم كده لما يشوفني راكب جنبك ورقبتي طول عودك.